مصطفى. عايزين نتمرن انا وانت يا طاهر احسن، تخن قوي يا طاهر. اه شويه فعلا العمليه. لا. لا لا الموضوع ده لازم له وقفه من كثر تقديمه. قبل خاصه قبل الانتخابات، الانتخابات عايزه مجهود. تعمل له مليونيه. طاهر، سمعت النهارده ان مجلس الشورى مفيش قانون رياضه ومفيش قانون شغب، وهل هترجع للسيد الوزير العامر فاروق عشان يقر الثمان سنوات او عدم اقرار الثمان سنوات؟ شايف الدنيا هتمشي ازاي واحنا داخلين على انتخابات الانديه يا كابتن؟ شوف يا كابتن مصطفى، وبعيدا عن طاهر ابو زيد او غيره طرف في قصه البند الثمان سنوات او من عدمها استمرارها او عدمها، احنا النهارده هنا بنتكلم على نقطه نظام يا كابتن مصطفى. هذا الامر حسم ايام المهندس حسن ثور عندما كان رئيسا للمجلس القومي للرياضه. في 19 نادي واتحاد اقيمت انتخاباتهم بعد تطبيق بند الثمان سنوات. في شك طبعا ان الوزير العامري فاروق ابن من ابناء النادي الاهلي، وده شيء يسعدنا في الحقيقه طبعا طبعا ان هو يكون وزيرا للرياضه. انما الذي لا يسعدنا في الحقيقه ان برضه النادي الاهلي اللي هو قدوه في تطبيق القانون، والنادي الاهلي اللي هو قدوه دائما لكل الانديه في الالتزام بما يقره القضاء، لابد ان ما ينفعش حد من ابنائه يلعب في القانون، هذا امر مرفوض. ده بعيدا بقى عن تطبيق الثمان سنوات عدمها، مين هيستفيد منها كابتن مصطفى ومين مش هيستفيد منها؟ احنا النهارده بنتكلم على نقطه نظام، وده احتمال يكون اختلافنا مع الوزير على اعتبار ان اولا احترام القضاء، ثانيا احترام اخلاقيات الاهلي، الاهلي ابو الانديه واللي تعود دائما ان يضرب المثل والقدوه، وهو اصلا النادي الاهلي ملتزم، يعني الاهلي لم يسعى الى الغاء بند الثمان سنوات. يعني انت النهارده لما تيجي تقول هل مجلس اداره النادي الاهلي وراء الغاء بند الثمان سنوات؟ ما نقدرش نتهمهم في الحقيقه يا جماعه، لان هم التزموا قبل كده وقالوا تصريحات محترمه جدا، وقالوا ان احنا بنحترم حكم القضاء ومش هنستمر في القضية طالما حسمت أيام المهندس حسن صقر. وما أدراك طاهر، طاهر وما أدراك، وما أدراك ما يحدث بين الكواليس. هي الفكرة فيها كابتن مصطفى، القضاء هنا مش لعبة فين. الأمر حسم وعلينا جميعا احترامه، ده أمر. الشيء الثاني، احنا النهاردة لابد من مسؤولينا في كل القطاعات سواء رياضة أو تجارة أو صناعة أو مالية، عندنا مشاكل أكبر بكثير وهموم بلد أكبر بكثير ان احنا نفضل يعني نختصر كل مجهودنا في الثمان سنوات، وبعدين اما نفشل نوديها مجلس شورى، وبعدين اما نفشل مع مجلس الشورى نحاول نديها لرئيس اللجنه الاولمبيه، وبعدين رئيس اللجنه الاولمبيه يلاقي نفسه في حرج لان كل اعضائه رافضين هذا الامر، فبالتالي يسبب حرج لرئيس اللجنه مع اعضائه. يعني في الحقيقه مصر بتمر بكوارث وازمات اكبر بكثير من ان وزير يفضل يركز في القصه دي من عدمها. قبل كل ده، وده باكد مره ثانيه يا كابتن، اي ابن من ابناء النادي الاهلي اشتغل في ادارته او انتمى اليه عليه ان يحترم القانون. دي القصه اللي انا بتشغلني في الحقيقه، واللي لو البعض كان اثار مشاده بينه وبين الوزير، على فكره مش عشان بدل ثمان سنوات، بقدر ما هو احنا ابناء النادي الاهلي علينا الالتزام باحكام القضاء. دي نقطه الخلاف على فكره، مش نقطه الخلاف الثمان سنوات من عدمها يا كابتن مصطفى. عشان نصحح بس للمشاهد، احنا بنقول ابناء النادي الاهلي اولا هم اول المحترمين لقرارات القضاء، عشان كده بنقول دايما ان هموم الرياضه اكبر بكثير من السعي وراء تنفيذ بند من عدمه. مشاكل الرياضه كثيره جدا يا كابتن مصطفى، وانت احد ابنائها. زي مشاكل البلد يا طاهر. لا الرياضه كمان يا كابتن مصطفى، انت بتتكلم فين؟ انت بتتكلم في ممارسه الرياضه للشعب المصري. احنا النهارده الرياضه لا نختصرها في مساله دوري، ان انا احل مشكله نادي بسيوله ماليه، او اتحاد معين بيلجا للوزير فابتدي اصرف له شيك، او النهارده حفلات تكريم نفضل نحضرها. لا، وزير الدوله للرياضه عليه ان يهتم ممارسة الرياضة لكل المصريين، ده جزء. الجزء الثاني تطوير قاعدة الممارسة، الجزء الثالث تطوير قاعدة المنافسة، الجزء الرابع ملفات الفساد اللي موجودة في الأندية والاتحادات. كل ده يا كابتن مصطفى أكبر بكثير من إن احنا نفضل كمجتمع رياضي ومجتمع كروي نفضل نتكلم في مادة 8 سنين. معقولة
يعني معقوله الرياضه المصريه كلها نختصرها في بند 8 سنين؟ اصل طاهر خلي بالك طاهر، اعلن وقول والله احنا لغينا واخلص، بدل ما نفضل نلف وندور حوالين البند، وبعد كده ابتدي ركز في تطوير الرياضه. احنا انا عايز اقول لك حاجه بيقولها لسياده الوزير وانا اتناقشت معاه في هذا الموضوع، بيقول لي هل ممكن نسيب الانديه عريانه نجيب ناس من اول وجديد؟ يعني مثلا سي طاهر ابو زيد كان عضو مجلس اداره، من حقه ان يترشح نائب رئيس مجلس اداره، او اذا كان نائب رئيس مجلس اداره من حقه ان يترشح رئيس. يعني ايه يا كابتن الانديه عريانه؟ يعني مثلا هنقول عندنا في النادي الاهلي معظم الناس اللي موجوده قضوا 8 سنوات كويس، يعني من حق مثلا نقول الخطيب من حقه يرشح نفسه رئيس للنادي الاهلي، من حق خالد الدرندلي يرشح نفسه نائب الرئيس طالما ما تبوأش هذا المنصب، لا ينطبق على كل في 8 سنين. يا كابتن مصطفى هذا الامر مفيش مشكله، بس طالما هذا معانا على فكره يا طاهر، معايا الاستاذ عمر هريدي حجه في القانون برضه يعني. اهلا بيه، سلمنا عليه، ده بلدياتي وراجل. ايوه يا عم انتوا مداري مع بعض. طبعا كابتن مصطفى احنا بنتكلم على قانون حسم ايام شخص محترم. ايوه ليس له مصلحه لا مع اتحاد ولا مع نادي. المهندس حسن صار اعتقد هو وجهازه المعاون قتل الامر بحثا، وبالتالي نتج عنه ان هو فعل قرار بند الثمان سنوات مع الانديه. وفي 19 طاهر، وفي 19 نادي طبق عليهم هذا القرار. 19 نادي واتحاد خلاص. القصه اتعملت. هو الاهم من كل ده يا كابتن مصطفى، احنا بنخطو مرحله جديده ونقله جديده، طبعا هي نقله الى الوراء للاسف. احنا اكتشفنا ان النقله بعد الثوره هي نقله مرشدين وليس نقله للامام. انما خلينا نتكلم على اما انت النهارده بتعمل مرحله تحول في الرياضه وفي كل اليات المجتمع، ترجع لورا؟ لا اطلع لقدام. يعني النهارده قانون حسمه المهندس حسن صقر بهدوء شديد جدا وفعله، وطبعا فلسفته كلها عارفينها. انت عارف النهارده اللي عايز يعمله الوزير الجديد يا كابتن مصطفى عباره عن ايه؟ ايه؟ عباره ان ممكن واحد يخش عضو مجلس اداره دورتين. وبعد كده هيروح داخل امين صندوق دورتين ونائب رئيس دورتين الى النائب مرتين. وبعد كده يبقى رئيس مرتين. يعني اضرب 8 سنين في 4 مناصب يبقى 32 سنه ما شاء الله. وبعدين اقول لك مش عايزين نخليها عريانه. ايوه لا ما نخليهاش عريانه، بس نخليها كلها شيخوخه. هي لا عريانه ولا شيخوخه. وبعدين احنا ليه بنتجاوز يا كابتن مصطفى اراده الجمعيه العموميه اللي المفروض بتقدر تميز وتختار؟ بالظبط. كابتن طاهر معلش اسمح لي بمداخله. الجزء الاهم الاستاذ عمر طاهر. الاستاذ عمر عايز يكلمك يا طاهر. كابتن طاهر عشان الامر ده هحسمه لك من وجهه النظر القانونيه. المهندس حسن صقر لما عمل بند الثمان سنوات او الدورتين ده كان ما زال دستور 71 اللي هو بيسمح للترشح لمنصب رئيس الجمهوريه لمدد. تمام. النهارده انا عندي دستور جديد قصر ترشح منصب الرئيس الجمهوريه على مدتين. إذا هذا القانون أو اللائحة أنا عندي ظهير دستوري في أعلى منصب في مصر. مظبوط، وليس منصب رياضي. تمام. أنا بس بكمل لحضرتك عشان فلسفة المشرع الدستوري بتنسحب على المشرع في في في, في قانون الرياضة. فالنهاردة الدولة عنوانها الرئيسي بأنه المدد مدتين بالنسبة لأعلى منصب. فلا أتخيل يوم ما انه يبقى المناصب ما دون ذلك. تمام. ان هي ممكن تبقى نرجع لدستور 71 ونقول مدد تانية. القصه دي انا بطمن حضرتك وموضوع ان احنا نتكلم على مناصب، ان احنا بنرشح على مناصب، ده عدم دستوري وهوضحه لحضرتك سريعا. تمام. احنا بننتخب مجلس اداره كوحده متكامله. مظبوط. لهم نفس الحقوق ونفس الالتزامات. فاذا ميزت ما بين المناصب يبقى ده اخليت بمبدا تكافؤ الفرص والمساواه المنصوص عليه في الدستور. فما اقدرش اقول ان انا هرشح على المنصب ده فور ايفر والمنصب ده اللي هو رئيس النادي ما ادوش حق الترشيح مره اخرى. يعني ما ينفعش ان انا لان احنا لا بقول يا سعد بقول مجلس اداره سنتين دورتين انا عارف وجهه النظر ما دي يعني. الغرض منها تفويت اللجنه. أيوة لكن انا بتكلم مجلس الاداره. اللائحه المجلس الإدارة أنت بتتخب وحدة متكاملة كلهم متساويين في الحقوق والواجبات. فلما تيجي تقول لواحد أنت من حقك تترشح وأنت كرئيس مش حقك تترشح، إيه الظهير القانوني الدستوري بتاعك؟ مش موجود. أعتقد إنك حسمت يا طاهر كده بتهيألي. فأنا بطمنك يا كابتن ومجلس الشورى لن يمرر هذا القانون
على الاقل في الفتره دي، لانه عندنا ما هو يعني ملح اكثر الحاحا من حيث الملائمه والمواءمه السياسيه. اثنين، الفكره الدستوريه موجوده في اللجنه التشريعيه برئاسه الاستاذ محمد طوسون اللي هو رئيس اللجنه التشريعيه في مجلس الشورى، وانا اعلم تماما انه هذا البند لن يمر بالشكل اللي هو البعض بيتناوله، مش بقول للوزير لانه الوزير لحد الان انا ما سمعش منه تصريح واضح في هذا الامر، لكن ما هي ما الا مجموعه افكار قريتها في الجرايد. فانا باكد لحضرتك انه الظهير الدستوري صادم وواقف لبند الثمان سنوات. طب قول لي يا طاهر، انت اخترت الليسته بتاعك ولا لسه؟ مصطفى انا بشكر طبعا الاستاذ عمر هريج على هذا التوضيح البسيط الشيك. بالظبط. وباكد ليك يا كابتن مصطفى ان انا مشكلتي مش في الثمان سنوات خالص يا كابتن. وانا بقول لك من دلوقتي من خلال برنامجك اني باكد مره ثانيه ان ابناء النادي الاهلي والعمر فاروق واحد منهم لابد ان يكونوا اكثر الرياضيين احتراما للقانون. دي نقطه الخلاف. انا ما فرقش عندي 8 سنين من شيء ثاني. تطوعات دايما يا كابتن. انت طبعا النادي الاهلي مش متكلمين على المصر. النادي الاهلي له خريطه مختلفه. بالظبط. أمامك من دلوقتي إذا كنت أعلنت منذ شهور مبكرا عن ترشحي لرئاسة النادي الأهلي، أمامك إن ده منصب تطوعي، وإذا شعر طاهر أبو زيد أن هناك من هو أحق بالمنصب وعنده ما أعطاه لناديه وعنده من الخبرة الإدارية وعنده يا كابتن مصطفى تاريخه أكثر من طاهر أبو زيد، أنا بقول لك من دلوقتي أنا هقول له اتفضل أنت الأولى برئاسة النادي الأهلي. لا أنت الأحق يا كابتن طاهر. وأنا بحييك على الروح دي يا طاهر، وده إنكار الذات لأولاد النادي الأهلي اللي بيحبوا النادي الأهلي، أنا عارف. عن قناعة شديدة يا كابتن، لأن دي مناصب تطوعية، إحنا يهمنا أولاً مصرنا تكبر على مستوى مجال الرياضة أو غيره. النادي الأهلي أبو الأندية لابد أن يكون القدوة في احترام القانون واحترام اللوائح. المنظومة الرياضية كلها، كل العمالقة امثال الزمالك والاسماعيلي والانديه الكبيره دي لابد تقف على حيلها يا كابتن. ما المشكله ان احنا بنعاني نتيجه الممارسات الخاطئه كابتن كده. المناخ الرياضي يصفو، وعايزين كل واحد يعمل شغله وما يحصرش اداؤه ووظيفته في موضوع 8 سنين وخمس سنين ومين يخش ومين يطلع. هذا الامر عايز اقول احنا خلاص بقى احنا بندير رياضه في مصر، يعني ما ننسى قصه ان احنا كنا اعضاء مجلس اداره ومبسوطين وعايزين نرجع تاني. ده انت في منصب اعلى، اعلى بكتير من يعني ما يشغلكش قصه انك ترجع تاني خالص. لا هو ما بيفكرش في كده على فكره. يلا عموما انا بحييكم جدا. شكرا يا طاهر. بحيي الاستاذ عمر واشكرك كابتن مصطفى. شكرا. واتمنى لك التوفيق. شكرا يا طاهر، الف شكر يا طاهر. يعني كان لازم التوضيح لان طاهر مرشح نفسه للنادي الاهلي زي ما انت عارف يا عمر بيه. لا طبعا عارف كابتن طاهر. موضوع يعني الثمان سيد عامل قلق، والحقيقه ليه